طيبين عبد الوهاب. والله طيب هنقول ايه؟ طيب يا وردي مين يشتريك مثلا؟ بلاش تبوسني في عينيا، قلبي بيقول لي كلام. دول هما اشتغلوا اساسا. ايه بقى حضرتك ايه؟ طيب يعني هما وقلت بتشمت ليه هو
برضو. انا بحبه وراي ودو ان كان في قرب ولا في بعض. وافضل من الروح برضا جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني. كده وياه كان